يلا مع السلامة بالهند تايم. أنا آسف خمسة ولي. أنا أصلاً معي بصبر. أنا ويا شو كشمر. يلا 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 قم 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 قم. شكرًا شكرًا خمسة ولي. وين يسوف؟ هنا حواري. يا شمس لا. مو شمس شوية تشيكس ما تشيكس لا. بومبا 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 بومبا. خير ان شاء الله. خير شباب خير شباب خير. لا تصور ساعدوهم. بما ان رمضان والعيد قرب 100% الوالده مسوت لنا نفس ذا الجدول، لازم نحن نباغتها قبل ان هي تباغتنا. اهم شيء عندي يوم نروح حتى لازم نختار زوالي صح وكوالتي صح ولا تنعش فينا عادي بدون مقمار. المهم ننتقل. حلك برافو، انت حلمك تكون مدرس بس ما عارف كيف. شوف هذا اللي كاتب لنا كله نختصره في يوم واحد وفي مكان واحد في القبائل. القبائل مركز القبائل. اضرب في الفؤاد، عارف اللي عند الشاير. حبيبي كسر كسر. ها ترى هلكنا كل مكان ورانا بعد المرة جايب ولادك. سوقنا 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 الله ابو سعيد نوب. انتم متاكدين ان الدعوه علي؟ صاني ما مسوي شيء. تاكد عمي هو الاسم. هي وهو راجعنا بكره. زين لحظه شوي راجعنا بكره. لا تطلع قدامي ولا دليل واضح. ابوي قال سمزح معك ابو سعيد كنت مسوي ضحكه هنا. ليه اي حد يجي للمكان لازم يغير المواضيع شويه. كدرني بالقتل وانا عندي لا 30 يوم ما طلعت من البيت بسببه. ابو سعيد وش متطلبات؟ سوى لي مرض نفسي ولازم اتعالج. 30 اللي طالبني اياه يطيح باب له باغي 100 ريال. ابو سعيد بيني وبين الفلوس. دكتور نازلنا